واحد بعت لي ورقه بيقول سيتم نقل وقائع عمل الميرون كلها كامله على الانترنت. انا ما عنديش خبر بالموضوع ده، ما اظنش كون انهم يتم وقائع نقل الميرون بتاع 4-5 ايام بتاع مناظر ربما لا تتغير حتى تبقى مش مشوقة. يعني بيجيبوا مواد الميرون ويحطوها مع زيت الزيتون ويغلى عليهم بالنار وتقلب، وكل يوم مواد اخرى تقريبا عبارة عن 27 مادة من المواد العطرية بتخلط بزيت الزيتون بترتيب معين حسب فكر كيماوي علمي مظبوط. يعني المادة اللي تدوب واللي ما تدوبش واللي عايزة حرارة واللي عايزة مش عايزة، وبنحط فيهم المواد العطرية الخاصة بزيت المسحة اللي ورد في سفر الخروج اصحاح 30 لما امرهم بعمل زيت المسحة اللي بيمسح به الكهنة والملوك والاوامر المقدسة الى اخره، قال لهم على المواد اللي تتحط بنحطها، وبنحط فوقيها كل انواع العطور تقريبا اللي وردت في الكتاب المقدس وهي مختلفة. يعني مثلا شوفوا الآية اللي بتقول المر والميعة والسليخة من ثيابك، قيلت عن العذراء وعن الكنيسة. المر عطر سائل، سائل في سفر النشيد يقول قمت لأفتح حبيبي ويداي تقطران مرا على مخبض الكفر، يعني مر سائل. والسليخة حاجة بيسلخوها كده من الشجر، والميعة ميعة، يعني ثلاث أنواع، في صلب وفي سائل وفي مايع، أنواع كتير جدا. حتى الناردين اللي سكبوه على السيد المسيح وقال المرأة دي فعلت هذا التكفين، بنحط ناردين، والبلسم بنحط بلسم، وكل أذرة بتتاكل بس الترتيب حوالي 5 طبخات. فأنت في أي مرة هتخش هتشوف تقريبا نفس المنظر مع اختلاف القراءات والأشخاص اللي واقفين، لكن يفضل واحد واقف كده